أن تمسك العمر بين يديها سألتك بالله لا تتركيني، فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا. في مناسبة إحياء ذكرى تأسيس مجلة المغترب، أقام السيد عصام عميرات رئيس مجلس إدارة المجلة حفل عشاء في فندق لبريستول، حضره عدد كبير من الشخصيات الاغترابية والإعلامية والسياسية والفنية. اليوم أنت موجود بهالعشاء، بعشاء المغترب، هاللقاء اللي يعني بتربطك فيهم صداقة كتير قوية، يعني بقولوا أنه المجلة لألك لقازم لهد. لا، هو أنا عندي أصدقائي في لبنان كثير، بس يعني أنا تربطني صداقة مع الأخ عصام يعني من قبل ما يعمل المجلة، من قبل يعني عرفتي صداقة قديمة جدا أنا مع، وأنا جيت اليوم حتى ما جيت إنه كفنان بقدر ما جيت إنه أقف معاه أساعده يعني حقيقة يعني. الله من دلع النساء وكيدهن ومن جنونك يا حياتي. خبرني عن دلع النساء بحياة كاظم الساهر. يعني هو كل عام وانتم بألف صحة وسلام، وإن شاء الله سنة خير ومحبة. هو لا غنى عن المرأة أكيد، يعني هي الأم وهي الصديقة والأخوة والحبيبة والزوجة والبنت، فأكيد لازم شوية نشاكس، أكيد لازم شوية نشاكس مشاكسة بالموسيقية معاهم. بغير هذا ما في يعني ما يكمل الألبوم. وعلى الصعيد العائلي فقد أسر لنا فنان الرومانسية والشاعرية. لا، الأولاد كل شيء بالنسبة لي حقيقة، يعني الأولاد بالنسبة لي هم حياتي، يعني وسام وعمر. والآن وسام الحمد لله استقر مع زوجته وعايشين مع بعض، والحفيدة سميناها سنة الأم سمتها. الله يسلمها. من لبريستول، دارين شاهين، قناة الجديد.